كنا تفتكر عايشين معاهم في ايه سر ان الماتش افضل كثيرا من توقعاتنا؟ اللعيبه عندهم روح مختلفه، عايزين يثبتوا حاجه للجمهور، اكيد في سر ما يعني. هو شوف حضرتك فعلا النادي الاهلي نزل كان شكله ان هو يعني لعبته يعني واخده قرار ان هي تحسم مرار صالحها، وده كان امر باين جدا جدا في التوني الاولاني، خصوصا في نص الساعه الاولانيه. يعني بيلعبوا مستولين على الملعب بشكل هايل جدا، انتشارهم كويس جدا جدا، عندهم خطوره بتوحي ان لازم هيجي اجوال. هم جابوا الجول وكان عندهم فرصه اكثر من فرصه ان هم يحسموا المباراه، وده امر يعني برضه كان لاسباب ان نادي الزمالك متراجع بشكل يعني برضه غير منطقي. وانا رايي كمان ان التشكيله اللي نزل بيها نادي الزمالك كانت تشكيله دفاعيه اكثر بكثير جدا منها هجوميه، ودي اللي ادت فرصه لنادي الاهلي ان هو يمتلك كل مفاتيح اللعب بالنسبه للتايم الاولاني في نص الساعه الاولانيه. يمكن بعد ما جه فيهم الجون خلاص بقى ما بقاش عندهم حاجه، وفي الوقت نفسه التغييرات اللي حصلت ثاني تايم بالنسبه لنادي الزمالك تغييرات ايجابيه كانت هايله جدا جدا، وكان ليها دور كبير جدا في ان هي تنقل النتيجه من 1-2-1، وان الماتش يمشي على هذه الوتيره لمده يعني مش بسيطه جدا، والنادي الاهلي قدر يرجع بالشكل التعادل بتاعه. الفتره اللي بعد كده ما بقيناش عارفين مين فيهم اللي هيجيب الجول صراحه، يعني كان ده عنده فرصه يجيب جول وده عنده فرصه يجيب جول، وهي دي كانت حلاوه المباراه، وده وقت اللي احنا ما كناش متوقعينه منهم، ان نلاقي الماتش ركيب، نلاقي الماتش زي الماتشات اللي حصلت، نلاقي اللعيبه بتاعت المنتخب بالذات ادائها الاداء الوحش قوي اللي احنا شفناه مع منتخب مصر، فده كله كان اسباب ان احنا يعني ايه نقول ان الماتش دوت يطلع على غير المستوى. لكن ال 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 الروح اللي كانت موجوده عند النادي الاهلي اتقلبت لنادي الزمالك في ثاني تايم، ودوت السبب اللي هو خلى ان احنا مش عارفين مين فيهم هيكسب، ودي اللي خلى ان في جونين، يعني الفرقه دي تحرز جونين وعندها اكثر من هدف ضاع منها، والفرقه دي تحرز جونين وعندها اكثر من هدف، وده امر طبعا كان غير متوقع، وهو دوت كان حلاوه المباراه، وهي دي السبب الاساسي في ان الماتش يطلع بالشكل ده. شكرا كابتن مختار نجم الاهلي والمنتخب السابق.